الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء في انتظار الطعون، والحصيلة مشاركة مكثفة للقضاة ونسب ضعيفة للمحامين. في دفع للمبادرة الخاصة، وزارة التكوين المهني والتشغيل تعلن إحداث صناديق بقيمة 250 مليون دينار في مشروع ميزانية مالية لسنة 17 و2000. في أول عملية إخلاء غير مسبوقة في أوروبا، فرنسا تشرع في إجلاء المهاجرين من مخيم الغابة بمدينة كالي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. تم في ساعة مبكرة من نهار اليوم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية في 21 من نوفمبر القادم في انتظار الطعون إن وجدت. وقد سجلت هذه الانتخابات التي انتظمت أمس مشاركة قياسية للقضاة، في حين سجل المحامون أقل نسبة مشاركة. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي انتظمت أمس الأحد، مقدما الأسماء الفائزة في المجالس الثلاثة. في حين بقي مقعد المدرسين الباحثين المختصين في القانون العام مالية عمومية وجباية برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي شاغرا باعتبار عدم تسجيل أي ترشح لهذا المنصب، والمجلس الأعلى للقضاء سينظر في هذا الأمر. المجلس الأعلى للقضاء معاينة الشهور، ثم بعد هذا هناك بعض الإجراءات التي أثرها ستقوم الهيئة بتنظيم هذه الانتخابات بالنسبة لهذا المقعد فقط. النتائج النهائية لا يمكن لأحد التصريح بها إلا بعد معرفة الطعون، هل ستتم في خلال الثلاث أيام القادمة الطعون أم لا، كم عددها، هل سيقع الاستثناء فيما بعد إذا حكى بعد القرارات المحكمة الإدارية، كل هذا إذا متوقف على عدد الطعون. وكانت نسبة المشاركة العامة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء 46.9%، وسجل القضاة مشاركة قياسية وفق شفيق صرصار تراوحت بين 66% و94%، في حين كانت مشاركة المحامين هي الأضعف وبلغت 37.1%. بخصوص التشكيكات، احنا تعرفي ان كل المكاتب الاقتراع كانت مغطاة بالملاحظين منذ فتح المكتب الاقتراع الى انتهاء عملية الفرز، وما تمش تضمين في المحاضر اي تحفظات لممثلي الملاحظين ولا فما اي حدث من شانه انه ينال من شفافيه العمليه الانتخابيه. اثنين، انه العمليه هذه غطتها جمعيه الملاحظه بعدد محترم جدا. انتهت انتخابات المجلس الاعلى للقضاء، اول مؤسسه دستوريه سيتم ارساؤها، ما من شانه ان يسرع بدوره في الاعلان عن تركيبه المحكمه الدستوريه. هذا وقد أجمعت أغلب الجمعيات والمنظمات المشاركة في ملاحظة سير العملية الانتخابية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت تنظيميا ولوجستيا في استكمال المرحلة الأخيرة لتركيز هذه المؤسسة الدستورية التي تعد أول هيكل قضائي منتخب في تونس. وقد أكدت هذه المنظمات أن هذه الانتخابات لم تشهد تجاوزات كبرى. القانون للأسف نعود نقول يسمح بالقيام بحملات انتخابية داخل مراكز الاقتراع، وأكثر من هكا ما فماش ضوابط كبيرة للحملات الانتخابية. الحاجة الكبيرة اللي لازمنا نحسنوها هي إعادة النظر في مشروع القانون الانتخابي هذا، ونقوموا بضوابط للحملات الانتخابية. أهم هذه الإخلالات اللي شاهدناها متعلقة أساسا بسجل مثلا الناخبين، فما بعض الأخطاء اللي كانت موجودة، كذلك سجلنا إخلالات في تعليق
القائمة الانتخابية على مدخل مراكز الاقتراع. الهيئة قامت بواجبها في اتجاه أن توفر كل المواد الانتخابية، المكاتب والمراكز حلوا الكل في الوقت، 13 مركز احنا موجودين فيه. عموما العملية نجم نعتبرها وأنها كانت عملية اقتراع ناجحة، ونجم نقولوا للمجلس هذا نتائج باش تكون عندها مصداقية. ملاحظة عدة تجاوزات معناها اختير اللي معناها تنجم تمس من العملية الانتخابية، وبالتالي فإن معناها العملية الانتخابية نجم نقولوا اللي هي معناتها نزيهة وشفافة. في موضوع آخر، وفي إطار دعم وبلورة استراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة، نظمت كتابة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة نظمت ندوة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الهياكل العمومية من أجل دفع المبادرة الخاصة، ندوة تم الإعلان فيها عن إجراءات للتشجيع على بعث المشاريع. إحداث صناديق بقيمة 250 مليون دينار في مشروع ميزانية مالية لسنة 2017 و2020 هو الإجراء الذي اتخذته وزارة التكوين المهني والتشغيل من أجل دفع المبادرة الخاصة. وجود 5 صناديق هذه اللي بشكون متخصصة إلى تمويل المشاريع الصغرى، اللي هي بشكون يعني مشاريع مع دي بيزنس بلان كليوما بش يكونوا حاضرين، بش يعني توفروا للشباب في الجهات باحترام كذلك يعني مبدأ التمييز الإيجابي. والإجراء هذا باش يبدأ بإذن الله ابتداء من جانفي 2017. وبهدف دفع المبادرة الخاصة في بعض الجهات، أعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعا بقيمة 2 مليون دولار. هذا المشروع الثالث اللي سميناه تعزيز مناخ ريادة الأعمال بالجنوب التونسي، اللي يخص 4 ولايات: مدنين، تطاوين، توزر وقبلي. يهدف المشروع ذا إلى مرافقة 200 باعث مشروع خاصة من الشباب، وعلى الأقل دعم 40 مؤسسة صغرى، دعم يكون فني ومالي. هذه من بين الأهداف المشروع، لكن فما أهداف أخرى اللي هي مرتبطة بندوة اليوم، هي كيفية تعزيز الشراكة بين كافة المدخلين، قطاع خاص، قطاع عام، ومجتمع مدني. هذا ويتم التركيز على دفع المبادرة الخاصة في الجهات بسبب التباين الموجود على مستوى إحداث المؤسسات. فما إشكاليات بين الجهات وبين تونس العاصمة، نسبة المؤسسات الخاصة اللي موجودة على المستوى الوطني قرابة 60 شركة لألف متساكن، لكن قارنوها ب 18 ولاية خاصة ولايات الجنوب والولايات الداخلية، تكون نسب المؤسسات ب 1000 متساكن ما بين 30 و 40 مؤسسة. وقد تم خلال الندوة توقيع اتفاقية شراكة مع عدة مؤسسات خاصة وعمومية تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجال النهوض بالعمل المستقل. في الشأن الأمني، أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بجهة الكتف من معتمدية بنغردان تمكنت صباح اليوم من إيقاف شخصين من الكوت ديفوار بصدد محاولة اجتياز الحدود خلسة نحو التراب الليبي. وبيّنت في بلاغ لها اليوم أن الشخصين أحدهما لديه وثائق هوية وتأشيرة دخول إلى تونس، والثاني امرأة دون وثائق هوية صرحت بأنها من البلد نفسه. وفي عملية ثانية، أشارت الوزارة إلى أنها حجزت بمنطقة عقل التادر من معتمدية بنغردان سيارة تهريب من دون لوحات منجمية متجهة نحو التراب الليبي، يقودها تونسي أصيل بنغردان ومحملة بكمية من الأدوية. تم صباح اليوم تنفيذ 6 قرارات هدم وإزالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بمعتمدية غار الملح ومستغلة دون وجه حق قانوني لأغراض تجارية، وذلك ضمن حملة أطلقتها السلطات الجهوية بالتنسيق مع السلطة المحلية والبلدية ومصالح الشرطة البلدية معززة بالهياكل الأمنية. وقال والي بنزرت محمد قويدر الذي أشرف على الحملة إنه لا يجب التهاون مع المعتدين على الملك العام، ومن الضروري تنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة. وفي القصرين، تشهد منطقة الفرش 2 والمقيسمات غيابا تاما للكهرباء، مناطق طالب متساكنوها بتفعيل مشاريع التزود بالنور الكهربائي في أقرب الآجال.
هنا في منطقتي الفرش 2 والمقسمات من القصرين الجنوبية ينعدم التيار الكهربائي عن الأهالي. هنا تتغير معطيات الحياة ونسقها العادي وتتعطل مصالح المتساكنين مع غياب الشمس. أهالي المنطقتين أكدوا غياب التنمية وطالبوا بتوفير المؤسسات الحيوية بجهتهم. المنطقة المقسمات منعزلة تماما، زوز مدارس هذه، فزوز مدارس، مدرسة الفرش 2 ومدرسة المقسمات ما عندهمش الماء، ما عندهمش الضوء والماء. لا ضوء ولا ماء ولا تنمية ولا مستوصف. حاشتنا بالماء والضوء، باش نشربوا كل الناس كتوانسة الكل، فهمتني، باش نشربوا الماء نظيف وباش نشارجوا تليفونات فرجعوا التلفز لا أكثر ولا أقل، ما حشناش بها. الصورة هي أن نحن من قبل الثورة، معناها أبائنا وأجدادنا شكوا على وضعية الضوء والماء هذه خاصة، معناها رانا عندما نتحدثوا على أبجديات الحياة، عندما نتحدثوا على ضروريات الحياة، راهو لي نجم واحد لا يفكر لا يقرأ، الناس هذه المفروض راهي تكرم، الناس راهي راهو عندنا خريجي جامعات معناها تخرجوا على الجازة، وما زلت كأستاذ محضر في دروسي لتلامذتي على جازة. التو نشربوا منه هاون وماذا، التو نشربوا منه، العائلة هذه العباد هذه كل تشرب من هنا. معتمد القصرين الجنوبية عفيف الزويخي أكد أن مشروع تزويد هذه المناطق بالتيار الكهربائي سينطلق بداية من ديسمبر القادم. هذا مدة الإنجاز متاعه 9 شهور و2 مليار زوز مليارات و100 مليون. الذي يتعلق بالضوء. أي بالضوء. مدة الإنجاز ممكن تكون 9 شهور ممكن أقل. بالنسبة للماء؟ الماء ديجا أنتوا في بالكم فما مشروع جديد قاعد يمشي على البير الموجود في المقسمات تويكا باش ياخذ 842 عائلة. من بينهم الفرشة 2. باش الناس كلها باش تتمتع بالماء صراحه للشرب تويك. ميزانيه نتاعهم في حدود 982 مليون. مشاريع تنمويه مبرمجه وميزانيات مرصوده، يبقى التسريع في انجازها عنصرا اساسيا لوضع حد لمتساكني هذه المناطق. التراث المادي واللامادي إحياؤه وكيفية المحافظة عليه هو ما وقع التطرق إليه في الملتقى الدولي حول تثمين التراث والحرص على تبنيه من طرف العموم. الملتقى الذي يتواصل اليوم وغدا حضره ممثلو 15 دولة. ذاكرة مترامية الأطراف متناثرة في مختلف الجهات، منحوتات صخرية وتوابيت حجرية يقف بعضها صامدا رغم مرور العقود وربما الأهمال، فيما يندثر غيرها شيئا فشيئا. هي ملامح تراث مادي وآخر لا مادي تجسد بعضه، مدينة عتيقة، مواقع ومعالم أثرية، لباس تقليدي لتلخصه في ذاكرة وطنية تحدث عنها الحاضرون في الملتقى الدولي حول تثمين التراث والحرص على تبنيه من طرف العموم. التقينا حول موضوع المحافظة على التراث وإحيائه، وهو الهدف الأساسي إحياء التراث. فالندوة هذه بالاطلاع على عدة تجارب سيتم تقديمها في بلدان إفريقية، في بلدان أوروبوية، في بلدان آسيوية، ستكون مرجع لسياستنا في ميدان التراث. تراث مادي ولا مادي يعاني نقائص عدة حسب وزير الشؤون الثقافية، فالوضعية تتطلب مزيد الإحاطة للتثمين والمحافظة على هذا التراث. نقائص لا تحصى ولا فعلا لا تحصى ولا تعد، يعني هي عديده وعديده جدا في مستوى يعني الحفاظ على هذا التراث اولا، يعني ثم تثمين هذا التراث، الانسجام مع مصالح متعدده ومتعدده جدا في مستوى ما يمكن ان يكون من توظيف هذا التراث لما هو افضل. هذه المواقع اللي تحمل ذاكره وتحمل تراث، ولكن لا يمكن ان نبقى في هذا السياق، لابد ان نعطي يعني في هذا الاطار العام قراءه جديده سياسيه يعني تنموية اقتصادية تكنولوجية يعني تواصلية اجتماعية. قراءة جديدة تجمع ثنائية التراث والتثمين، الذاكرة والمحافظة. يعمل ممثلو 15 دولة المشاركة في هذا الملتقى المتواصل على مدى يومين إيجاد الحلول لتركيزها، ويعمل القائمون على القطاع في تونس الأخذ بها حتى يعرف بالمواقع المصنفة عالميا وينهض ببقية ملامح التراث التونسي. أخبارنا العربية والدولية نبدأها من فرنسا، حيث بدأ المهاجرون في مخيم كالي صباح اليوم في مغادرته بعد قرار السلطات الفرنسية تفكيك المعسكر العشوائي الذي يقيم فيه آلاف المهاجرين على أمل العبور إلى الأراضي البريطانية، وتستمر العملية لمدة أسبوع.
في انتظار توزيعهم على مراكز استقبال بكامل الأراضي الفرنسية، اصطف مئات المهاجرين في طوابير منذ ساعات الصباح الأولى أمام مخيم كالي، يتدافعون ويحثون الخطى محملين بأمتعتهم وحقائبهم في أول عملية إخلاء غير مسبوقة في أوروبا بدأتها السلطات الفرنسية لإغلاق المخيم المؤقت الذي يعرف بمخيم الغابة، حيث يقيم آلاف المهاجرين الذين قدموا عبر رحلات محفوفة بالمخاطر هربا من الحروب والاستبداد والفقر المدقع سعيا وراء حلم العيش في بريطانيا. ففي اليوم الأول لعملية الإخلاء الجماعي وهدم المخيم العشوائي في مدينة كالي توافدت الحافلات على نقطة تجمع المهاجرين تحت حراسة أمنية بمشاركة أكثر من 1100 شرطي، فضلا عن تواجد عدد من المسؤولين بالمكان وسط توقعات بمغادرة 60 حافلة للمخيم اليوم، حافلات ستقلهم إلى مراكز استقبال يتلقون فيها فحوصا طبية ويقررون ما إذا كانوا سيتقدمون بطلبات للجوء أو سبق وقاموا بها بالفعل. أحاول الذهاب إلى إنجلترا لكني لا أستطيع، فالشرطة الفرنسية لن تسمح لي. بصمات أصابعي في إيطاليا هذه مشكلة كبرى. تأتي هذه الخطوة في وقت ساد الهدوء المخيم بعد ليلة شهدت مواجهات بين قوات الأمن الفرنسية ومجموعات من المهاجرين قامت برشق عناصر الشرطة بالحجارة احتجاجا على خطة تفكيك مخيم كالي الذي يأوي 6500 مهاجر ممن يبحثون عن الحلم المفقود في أوطانهم العيش في أمن واستقرار. وتخطط الحكومة الفرنسية من خلال هذه العملية الأولى من نوعها إلى إعادة توطين هؤلاء في 450 مركزا بأنحاء مختلفة من فرنسا. وفي الشأن السوري أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن مسألة استئناف الهدنة الإنسانية في حلب والتي انقضت يوم السبت غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي. وأضاف المسؤول الدبلوماسي الروسي أن موسكو ودمشق تلتزمان بمسؤوليتهما في التسوية السورية. وفي تطورات الوضع في العراق، نفت السلطات العراقية مشاركة القوات التركية في عمليات استعادة الموصل من تنظيم الدولة الإرهابي، وذلك في رد على أنقرة التي أكدت مشاركة مدفعيتها في قصف مواقع الإرهابيين في بعشيقة. ردت القوات العراقية على تصريحات لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم حول مساعدة المدفعية التركية مقاتلي البشمركة المشاركين في معركة استعادة الموصل ببيان ينفي أي مشاركة لأنقرة في العمليات. ودعت بغداد أنقرة إلى سحب قواتها المتواجدة في معسكر بعشيقة الواقع شمال الموصل. وكان يلدرم أعلن أن طائرات تركية شاركت في عمليات التحالف الدولي لتحرير الموصل ثاني أكبر المدن العراقية من قبضة تنظيم الدولة الإرهابي، مضيفا أن نحو 700 جندي تركي يدربون قوات عراقية في معسكر بعشيقة شمال شرق الموصل. ميدانيا وفيما تتجه القوات العراقية نحو استكمال تطبيق الموصل، تمكن تنظيم الدولة الإرهابي من استعادة السيطرة على عدة أحياء من مدينة الرتبة غرب البلاد، وذلك بتنفيذ هجوم عنيف على المدينة الواقعة غرب الرمادي، بينما نفذت خلايا نائمة للتنظيم اعتداءات على قوات الأمن العراقية الموجودة داخل المدينة، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش والحشد العشائري وحرس الحدود العراقي، فضلا عن مقتل 16 من عناصر التنظيم. ويذكر أن مدينة الرتبة قد حررت من قبضة تنظيم الدولة الإرهابي منذ حوالي 6 أسابيع، وباستعادة السيطرة عليها يكون التنظيم قد سجل أول مكسب ميداني له منذ شهر تقريبا. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس الأمم المتحدة الذي يوافق يوم 24 من أكتوبر من كل سنة، قال إن البشرية دخلت عصر الاستدامة مع قطع التزام عالمي بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بما تنطوي عليه من وعود كبرى. وحث الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة نشرها موقع المنظمة على منح الدعم الكامل إلى الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس في مواصلة مهمة المنظمة المتمثلة في إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.
في أخبار الرياضة، حقق الترجي الرياضي فوزه الثالث على التوالي في البطولة الإفريقية للأندية البطلة لكرة اليد المقامة حاليا بالعاصمة البوركينية وغادوغو بتغلبه اليوم الاثنين على الشرطة الرواندي بأربعين هدفا مقابل 12 في الجولة الثالثة من المسابقة، ليختتم ممثل اليد التونسية مشاركته بالدور الأول غدا الثلاثاء عندما يلاقي فريق الأهلي المصري. فشل نادي الزمالك المصري في إحراز لقبه السادس بكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم رغم فوزه على ضيفه سان داونز الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل في إياب نهائي المسابقة التي احتضنها مساء أمس ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية. وكان الزمالك انهزم في مواجهة الذهاب ببريتوريا بثلاثية نظيفة ليتوج سان داونز باللقب الأول مرة لأول مرة في تاريخه. وفي كرة القدم العالمية أجبر أجاكس أمستردام ضيفه فاينورد على الاحتكام إلى التعادل في قمة مواجهات الجولة العاشرة من الدرجة الأولى الهولندية، واستعاد بنفيكا صدارة الدرجة الأولى البرتغالية فيما توج غوانغزو بلقب الدوري الصيني الممتاز للمرة السادسة على التوالي. بعد أن كان في طريقه لتلقي أول هزيمة منذ انطلاق الموسم وبالتالي توقف المسيرة المتميزة إلى حد الآن بالدرجة الأولى الهولندية، تمكن فينورد روتردام من اقتناص تعادل مثير في اللحظات الأخيرة من مضيف أياكس أمستردام في قمة مواجهات الجولة العاشرة ليرفع رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة، فيما رفع أياكس رصيده إلى 23 ثانية الجدول. وكان كاسبر دولبرغ منح التقدم لنادي العاصمة منذ دقيقة 55 قبل أن ينقذ ديرك كاوت فاينورد من الهزيمة بإدراك التعادل قبل 5 دقائق من النهاية. وإلى الدرجة الأولى البرتغالية حيث استعاد بنفيكا موقعه في الصدارة إثر فوز ثمين خارج ميدانه على مضيف بيرينينسيش بثنائية نظيفة حملت على التوالي توقيع كل من اليوناني ميتروغلو والإسباني أليكس غريمالدو غارثيا في الدقيقتين 65 ليرفع بنفيكا رصيده إلى 22 نقطة موقعا على فارق نقاط 3 بينه وبين ملاحقه بورتو. وللمرة السادسة تواليا يحتفظ غوانغزو إيفرغراند بلقب دوري السوبر الصيني في إنجاز تاريخي إثر تحقيقه الفوز 18 مقابل 7 تعادلات وثلاث هزائم من 28 مواجهة خاضها إلى حد الآن، ليتوج حسابيا باللقب قبل جولتين النهاية إثر تعادله مع ضيفه يامبيان فودي. وكان البرازيلي باولينيو القادم من توتنهام هاتسبير تقدم بهدف أول لحامل اللقب قبل أن يدرك الضيوف التعادل نهاية اللقاء. يضيف أبناء المدرب لويس فيليب سكولاري نقطة إلى رصيدهم منحتهم فارقا مريحا عن أقرب الملاحقين جانزو. ومن متفرقات الأخبار، صممت شركة صينية روبوتا صغير الحجم ليكون رفيقا للأطفال في الصين، لكن هذا التصميم أثار مخاوف الخبراء بشأن الأثر الاجتماعي المترتب على هذه العلاقة مع الأطفال. فهذا الروبوت يستطيع تحريك ذراعيه وأصابعه والتحدث مع الأطفال، كما توجد على صدره شاشة تعمل باللمس ويمكنه الغناء والرقص، كما يمكنه الاستجابة للسعادة والاكتئاب والشعور بالوحدة، حيث يشعر الروبوت بالسعادة عندما يكون الطفل سعيدا، كما يساعد الطفل الحزين على الخروج من حالة الحزن. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء في انتظار الطعون، والحصيلة مشاركة مكثفة للقضاة ونسب ضعيفة للمحامين. في دفع للمبادرة الخاصة، وزارة التكوين المهني والتشغيل تعلن إحداث صناديق بقيمة 250 مليون دينار في مشروع ميزانية المالية لسنة 17 و2000. في أول عملية إخلاء غير مسبوقة في أوروبا، فرنسا تشرع في إجلاء المهاجرين من مخيم الغابة بمدينة كالي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.